السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة جميعا، صباح الخير عليكم. اليوم إن شاء الله نهضروا على البكتيريا النافعة أو بما يسمى بالبروبيوتيك. بالنسبة للإخوان بزاف كيسمعوا هذه القضية، شي ملي كتكون دير شي دواء ولا شي أنتيبيوتيك، يعني شي مضاد حيوي، كيقول لك الإخوان كنصحوا به الإخوان يعني مورا الأنتيبيوتيك نعطي البكتيريا النافعة واحد الملتي فيتامين ودواء ديال الكبدة. والإخوان كيشريوا، ولكن اليوم إن شاء الله نحاول نعرفوا شنو هي هذه البكتيريا النافعة والمنافع ديالها. بالنسبة للبكتيريا النافعة أو بما يسمى كما كنقولوا بالبروبيوتيك، فهي أحد أنواع البكتيريا التي تتواجد داخل الجسم، حيث تجدها في الجهاز الهضمي وخاصة في القولون بأعداد كثيرة. فهي تساعد في تسهيل الهضم، كتساعدنا على تسهيل الهضم، وتقوم بحماية الجسم من الإصابة بكثير من الأمراض التي قد تنشأ عن تكاثر البكتيريا الضارة أو سبب نقص البكتيريا النافعة. زيد على هذا، كتجدد لنا خلايا ديال البطانه ديال القناه الهضميه، وكتحسن الصحه ديالها. وكذلك هاد البكتيريا النافعه كتقوم لنا بواحد عمليه الهضم لبعض المكونات الغذائيه الغير قابله للهضم. وزياده على هذا، كتقوم بتحويل السكريات الى احماض دهنيه قصيره كحمض البيوتريك الذي كيشكل الوقود للبطانه المعويه، ويعمل على تجديدها باستمرار. زيادة على من الفوائد ديالها، كتحارب لنا بعض حالات العدوى التي تصيب الجهاز الهضمي والبولي عزكم الله والتناسلي، فهي تمنع تكاثر انواع البكتيريا مثل السالمونيلا وشيجيلا وجرثومة المعدة الايكولاي وبعض الفطريات مثل الكانديديا، كما كتسرع من شفاء من الاسهال الناتج عن بعض الحالات بحال التسمم الغذائي. وكتعمل على زيادة عدد الخلايا المناعية في الجسم، وكتأثر على 70% من المناعة عن طريق الأمعاء. وكذلك من بعد الفوائد ديالها، كتفيد في إنتاج أحماض ليفينيك والخيليك الذين يحاربان البكتيريا الضارة من غزو الجسم. وزيادة على هذا، فهذه البكتيريا النافعة تقوم بمنع نمو وانتشار الفطريات من الأماكن التي تتواجد بها مثل الفم والمعدة والأمعاء والجهاز الهضمي. وكذلك كتقلل من التفاعلات الالتهابية التحسيسية عن طريق تثبيط استجابة الأمعاء للأطعمة المسببة للحساسية. وكذلك كتساعد على هضم محتويات الطعام. وزيادة على هذا، كتحافظ على توازن البيولوجي بين فصائل البكتيريا المختلفة التي تستقر في الأمعاء، وهذا له تأثير كبير في التخلص من مخلفات الطعام، وفي المساعدة على امتصاص بعض المعادن والفيتامينات. وكذلك تساهم في إنتاج مضادات الأكسدة وعدد من الأحماض العضوية التي تحافظ على الأمعاء. وكذلك تحمي من خطر تعرض لسرطان القولون. وكذلك بينت الدراسات أن البكتيريا النافعة تساعد في حرق الدهون. وزيادة على هذا، فتبين بأن البكتيريا النافعة كتقلل من الالتهابات، وتبين أنها تفيد في حالات مثل التهاب المفاصل. الإخوان بالنسبة لكما قلنا لهذه البكتيريا النافعة، نجمعوا كل شيء يعني باختصار، فهي هذه البكتيريا النافعة كتقلل الفطريات والبكتيريا الضارة، وكتقاوم الأمراض، وكترد السموم، وكتقوي الجهاز المناعي، وتساعد على الهضم، وتخفض الكوليسترول الضار، وتخفف القلق. هذه البكتيريا النافعة فيها بزاف الأنواع. هناك بكتيريا حمض اللبن، وهي الأكثر استخدام في صناعة الغذاء لسنوات عديدة، وما كيستعملوها بسبب قدرتها على تحويل السكر بما فيه اللاكتوز والكربوهيدرات إلى حمض اللبن، وهذا هو اللي كيعطي واحد الإضافة للطعم ديال دوك الألبان بحال اللبن والريب. وأكثر أنواع الجيلاتين بروبيوتيك يعني النافعة، البكتيريا النافعة استعمالا، هي سلالات من جنس اللاكتوباسيليس وبيفيديوباكترين، وهي كتساعد الفلورا الطبيعية للجسم، وكتساعد توازن بيئة الميكروبات على استقرار ثانيا. وكيوصوا بها الأطباء بعد العلاجات يعني بعد تناول المضادات الحيوية، كيف ما كنستعملوا احنا الناس الطيور كنعطيو البكتيريا النافعة وراء المضادات الحيوية. زيادة على هذا كتحمي الأمعاء في إصابة بعدوى الفطريات، بحال ملي كنقول ميغا بكتيريا كمثال، كنعطيو داك اورنيفلور اللي فيه البروبيوتيك يعني فيه البكتيريا النافعه باش كيحارب هذوك الفطريات، وكيرجع للطير اللي تا نورمال ديالو.
بكتيريا اخرى كتسمى لاسيدوفيليس، نوع من البكتيريا كتكون في اللبن والزبادي والاجبان، محبه للاحماض ومفيده للانسان، وعملها على المساعده على عمليه الهضم البروتينات والتي ينتج من خلالها حمض اللاكتيك وهيدروجين بروكسايد وانزيمات وفيتامينات، يعني بحال مركب بي كما نقول كومبلكس فيتامين بي، وكذلك مواد مضاده للجراثيم، وكتقتل الكائنات المجهريه الدقيقه الضاره. كما ان هذا الحمض له خصائص مضاد الفطريات، كما يساعد على حفظ مستوى الكوليسترول، وكيساعد على عمليه الهضم، وكينشط امتصاص المواد الغذائيه. النوع اخر ديال البكتيريا النافعه اللي كيتسمى لاكتوباسيليس بيفيديس، الذي كيحافظ على الكائنات المعويه المفيده، وكيساعد على تشييد فيتامين بيتا وكذلك فيتامين ك. وقد اظهرت يعني الابحاث فائده كبيره في علاج تليف الكبد، وهذا هو مهم، يعني تليف الكبد والتهاب الكبدي بالاخص المزمن، عن طريق تحسين الهضم الذي كيخفض داك العبء على الكبد. وهناك مكملات غذائيه كثيره يعني منتوعه كتحتوي على هذا لاسيدوفيليس على شكل اقراص ولا كبسيلات ولا مسحوق. بكتيريا اخرين بحال بكتيريا بيفيدولوناجم تقوم بانتاج احماض اللبن والخل التي تمنع البكتيريا التي تغزو الجسم. وكاينه بكتيريا اخرى ستريبتوكوكس تيرموفيلاس كتكون هي في الالبان والريب والجبن، ومن مهام ديالها هي تعزيز قدره الجسم على هضم الحليب. هادو ما تقريبا الانواع اللي كاينين. بالنسبه للمنافع ديالها وعلاش كنستعملوها، هذا هو المهم اللي خصنا نعرفوا، علاش كنستعملوا ديك البكتيريا النافعه ولا البروبيوتيك. اذا دائما وراء اي شيء مضاد حيوي كنعطيوه للطير، يعني ملي كنعطيوه شي مضاد حيوي كيضرب لنا البكتيريا النافعه هذه اللي هضرنا عليها دابا، والبكتيريا الضاره بجوجهم كيحيدهم. اذا الطير كيبقى بلا بكتيريا نافعه اللي مهمه جدا في هاد الفوائد ديالها، لا في الجهاز الهضمي، لا في فابريكاسيون ديال فيتامين بي، لا تحويل السكريات، يعني كتلعب واحد الدور مهم. والمناعه، تخويه المناعه، الجهاز المناعي والمعده، كل شيء يعني كتقوم بالتخويه ديالو. اذا دائما خصنا نردوا عليه. اذا اي وراء اي انتيبيوتيك كنعاودوا نعطيو هاد البكتيريا النافعه واحد 3 ايام ولا 4 ايام، كنزيدوا عليها ملتي فيتامين، وكنعطيوها واحد الدوز ديال الكبده، ومن بعد واحد 15 يوم ثاني كنبقاو نعاودوها، كنبقاو نعطيوها مره في 15 يوم ولا مره في الشهر، واحد 3 ايام 7 ولا 4 ايام، ما كاين حتى شي اشكال، راه مخيره للطيور ومفيده بزاف للصحه ديال الطير، كتقوي ليه المناعه، وهذا هو المهم في هذا الشيء، وكتحميه من الامراض. هذا هو المهم فسميتو في البكتيريا النافعه. بالنسبه للبروبيوتيك والبريبيوتيك، الفرق بيناتهم بروبيوتيك او يعني اورا بروبيوتيك، هذيك هو البكتيريا النافعه. وبالنسبه للبريبيوتيك هو علاش كتغذى البكتيريا النافعه، وما واحد في برك كيكونوا في الخضروات، كيكونوا بزاف المسائل تيكونوا في تفلك بحال العدس والحمص، هادو كاع تيكونوا في برك في برك كيعاونوا البكتيريا النافعه باش تتكاثر. هذا هو اللي كاين. من بعد بحال دابا اورلي فلور فيه البكتيريا النافعه، وفيه البروبيوتيك، فيه البروبيوتيك والبريبيوتيك، هذه البكتيريا النافعه علاش كتغذى. هذوك الفروضي تيكونوا ديما شويه زايدين شي في الثمن، وكاين دا كاين تروباك، وبحال بالنسبه لهاد التصاور اللي حنا دابا بحال داك ديال الكافيس، هذاك راه مخيره بروبيوتيك مكتوبه فيه، يعني 100% فيه البكتيريا النافعه، زياده على هاد الخميره الشعيريه اللي كتشوفوا كتكون فيها ريفيابل، هذيك راه مخيره راه فيها حتى هي البكتيريا النافعه، ولكن هذيك حاجه ما كاين، هذيك كيكونوا زايدين فيها ثاني شويه داك لي بروتيين وشويه لي فيتامين، كومبلكس ديال فيتامين بي، وكيزيدوا فيها شويه كا، كيزيدوا فيها شي فيتامينات، وبعد ما تسالوا كل لي زاسيد اميني كتلقاهم تما فيهم. هذا هو كاين بعض المرات كيديروا فيها تلاكولين، حتى هي كتعاون ما بين الليزين والميثيونين وداك الشيء اللي كيصلح لها الكبده كيديروا فيها. هذا هو اللي كاين. بالنسبه لهاد لي برودوي الاخرين، هاد الثلاثه بروبيوتي والاخر اوندروجيرمينا والاخر تا هو بروبيوتيس، هادو الثلاثه دوك راه كيكونوا في الصيدليه البشريه، هادو خاصين كتلقى فيهم البكتيريا النافعه. زياده على هذا، يعني هذا الموضوع اللي كنا تطرقنا ليه، بالنسبه لهادو كيعالجوا حتى الاسهال، بحال ديك اولترا ليفير، بحال هذا اوندروجيرمينا، ولكن كيديروا فيهم واحد النومبر، كتلقى فيهم 5 مليار حتى 10 مليار حتى 20 مليار ديال البكتيريا النافعه. قد ما تزاد ذاك العدد كيبقى كيصلحوا حتى الاسهال، كيديروهم على حسب الاسهال، وهذاك النومبر كيكون يداوي شي، يعني كيكون سبيسيال لشي حاجه، يعني كيعطيوه الاكثريه الاسهال، ولا بحال ديك التغذيه السامه اللي كتكون ديال السفر، التلميذات اللي مسافر كيقولوا شي ماكله، راه كتجي مخيره، راه فيها واحد العدد كيما تيكتبوا فيهم دي مليار بحال الكل اللي كيكون مكتوبه فيهم هذاك العدد، هذا هو اللي كاين. هذو هما في الصيدليه البشريه كيستعملوا حتى الطيور، راه مخيرين بحال ديك كونترول جيرمينا، كديروا كابسي واحده كيطرو ديال الماء. وكما هضرنا سابقا بانه الا درتي الا تحلات كتدخل البرد كتموت واحد 3 سوايع، وحتى في الماء واحد 3 سوايع على الراس كتموت، هذا هو اللي كاين. بالنسبه لاخواننا
اللي بالنسبه للطبيعي كاين داك الماء ديال البن كنهضروا عليه ديما، والناس راه كيمنوا بحال الانسان راه كياكل الريب والماء ديال وداك الماء تيكون فيه راه فيه البكتيريا النافعه. زيد على خل التفاح، خل التفاح ولكن تيكون خام، يعني تيكون خام ما مصفينوش، ملي كيقولوا ما مصفينوش راه فيه البكتيريا النافعه حتى هو، ولكن داك اللي تيكون مصفي كنحيدو من داك الشيء كنصفيوه راه ما كتكونش فيه، يعني داك اللي كيكون باقي ما تصفاش هو اللي كتكون فيه البكتيريا النافعه حتى هو راه مخير الفيروسات. كيف كتشوفوا البكتيريا النافعه راه مهمه في سميتو الجهاز الهضمي ولا الطيور ولا البنادم حتى هما. الانسان حنا واخا كندخل ناخذ بعض ديزونتيك ولكن ما كان الماكله بزاف كانوا بحال باش كتشوف الشوكولاط، ولكن الشوكولاط من نوع تاع الطيور لانه هو داك لابوكا كنا هضرنا عليه مقاتل يعني سام للطيور، بسم الله كياكل كاع دوك انواع كيما شفت داك الطابلو لا في الخضار ولا في سميتو القطنيه، وكاين بزاف المواد اللي فيهم والخضار والفواكه كاين فيهم البروبيوتيك كاين فيهم البريبيوتيك، ما كياكلهم دائما يعني كيجدد مع كينوع الماكله ما عندوش مشكل، الا بقى عنده شي مشكل كان شي كان شي انتيبيوتيك قازح راه كيخرج لي اولترا ليفير الطبيب دكتور. اذا دائما ملي كان شي طائر كنعطيو شي انتيبيوتيك ضروري اننا الانتيبيوتيك ما تيعقلش على لا البكتيريا النافعه ولا الضاره كيحيد كل شيء، سو كيف الطائر كيبقى بلا بكتيريا نافعه ملي كنداويوه بداك الدواء خاص ضروري نعطيو البكتيريا النافعه باش يرجع صحه جيده ويرجع الجهاز ديال المخير وكاع الفوائد ديالها ترجع، يعني الباطنه ديال الامعاء الفابريكاسيون ديال الفيتامين كتحارب سميتو البكتيريا الضاره كتقوي المناعه الطائر، اذا هذا هو المهم. بالنسبه لبزاف المربين هذا راه بحال السكري ديالهم هنا كيخدموا بها مزيانه مخيره على الطيور على الحمام يعني راه مخيره. هنا غادي نشوفوا حتى الاخ توفيق على كنسول على شحال تعطيها، هي من الاحسن كتعطى مره ولا جوج مرات في الشهر، مره ولا جوج مرات حتى مره مزيان ولا جوج مرات راه ما كاين حتى شي مشكل، مورا المرض ضروري ورا المرض راه ما نقعدوا حتى لخمس ايام حتى لسبع ايام ما عندنا حتى شي مشكل حتى لعشر ايام، نورمالمون بنادم كياخذ عشر ايام الا كان عنده شي مشكل بحال كتقعدوا لا دياري وداك الشيء، هي ما بين ثلاث ايام خمس ايام حتى لعشر ايام، وكنعاودوا ثاني مورا ملي كنعطيو الدواء بحال هكا ملي درنا ثلاث ايام ولا خمس ايام كندوزوا واحد 15 يوم كنعاودوا نعطيوه واحد ثلاث ايام ولا خمس ايام تيلقى الطير مزيان، وكنقعدوا نعطيوه مره في الشهر ولا جوج مرات في الشهر راه مخيره وعندها فوائد كثيره لصحه الطائر، يعني كتقوي لي المناعه كتحيد عليه دوك الفطريات، هذا هو المهم، يعني هذا هو اللي كيخلي الطائر في صحه جيده وكيدافع عليه على الامراض والميكروبات، كيكون دائما عنده كنقولوا الطائر عنده المناعه قويه، يعني ما كتشد فيه حتى شي حاجه حتى شي حاجه كتكافح هذيك البكتيريا النافعه، وهذا هو اللي كاين. تبارك الله الاخوان جميعا. اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناه ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.